35 عام ما عمره شفت هذا المرض. هي مات جوج البنات اللي مات هادشي هي بهذا المرضى. تيجيو الطبال تما باش حنا ما نجيو العادي والناس هنايا حشومه وعيب. صاب لي ولدي يعني ولدي عنده 5 سنين. هي شحال في عمره؟ 5 سنين. 5 سنين يعني عاود لينا كيفاش تبان هذا الشيء وكيفاش اكتشفته؟ عنده واخا الله بو حمر ولا شي فيروس ما عرفتو شنو المرض ديالو. عندي واحد الدري دروك وبقى عندي في البلاد 4 الناس يعني 4 الدراري الصغار باقي 4 الدراري فيهم داك الشيء ما فيهم وين يقدر يكون فيهم الا ما كان طب ولا شي حاجه سخانه من سخانه كاين عس الدري واحد يومين ولا 3 ايام وكيخرج فيه اقشي 25 واحد 25 واحد كلشي كلشي تصاب داكشي كاملين الدراري صغار كاملين الدراري صغار واش كيخرج فيهم شي حبوب ولا اي كيخرج شي حبوب كيدير هذاك الحبوب كيدير داك الحبوب كيدا هذيك بحال بو حمر ولا وارجه جيت ولا اش تيقولوا فيه وارجه جيت توقي لا والله بو حمر ولا شي فيروس ما عرفت يعني ما عرفوش السبب ديالو ما عرفناش السبب ديالو واش بو حمر ولا كلاو شي حاجه ولا ما عرفناش داكشي داكشي عندكم شي حد يعني لا ما عندناش حتى شي واحد ما جا حتى شي واحد جبتوهم دابا السبيطار اي جبنا البارح جبنا البارح في لابيلانس 12 واحد 12 واحد 12 دري الصوار 3 د المراوات انا 4 في لابيلانس يعني في لابيلانس كاين واحد لابيلانس هي كاين وحده ديال الجامعه ديال صداق الله وسعيد وحده اللي كاين كنطلبوا للناس الا كاين شي طب وزاره الصحه نطلبوا الا كاين شي طبيب يطلعوا يشوفوا هذوك الدراري اللي بقاو في البلاد باقيين دراري وحنا ما عندنا الديور باش ما كاين عزو عندنا غير القيطون وكاين البرد كاين البرود طريق ما عندناش الا جات لابيلانس من تارودان ما كتصل تما حتى لا طلع 3 سوايع ولا 4 سوايع الا جيت من تما ما غتوصل للسبيطار حتى الا جيت في 8 ما غتوصل للسبيطار حتى ل 11 واش مات شي ناس بهذا الشيء؟ اي مات جوج البنات اللي مات بهذا الشيء اي بهذا المرضى لا حول ولا قوه الا بالله في نفس الدوار هي 3 دوار هذاك المرض كاين سميت الدوار فاش كاين هذا الشيء كاين نليف كاين نفس كاين نليف كاين نفس كاين توريد 3 دوار 3 دوار اي باقي كينتشر ولا لا باقي كينتشر الا ما كاين دروكنيت الا ما كاين طب دروكنيت يطلعوا لتما يشوف الدراري دروكنيت راه كله غيجي لهنا في السبيطار عمركم عشتوا بحال هادشي عمركم والله ما عمرنا شفنا هادشي عندي انا 35 عام ما عمر شفت هذا المرض اللي كاين في هذا العام الله يجعل السلامه وكنشكر هذه القناه شوف تي في الله يرحم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين وكان نقول واحد الكلمه الله ينصر محمد السادس الله يحفظه الله ينجيه من المصايب من هذاك البرد فاش كتنعس اي واخا الا من البرد نيت اشكو الديور ما كاينين الديور ما كاينين لا فراج ما كاين والو يعني البرد اللي البرد هي كاين البرد نيت هذاك الايامات هذا الشيء برد لا جعات السلامه كله هذاك نيت لقيت ولا دا شي الريح غير الدراري الصغار غير الدراري الصغار السلام عليكم بعدا خويا هاد الاعراض يعني كيتصابوا واحد بواحد فهمتي كيتصابوا واحد بواحد حتى ولاو دابا شي 25 الفوق ودابا راه باقي الناس حنا دابا كاينين في السبيطار ياك وباقيين كيجيو باقيين حنا مازال ما عرفنا دابا شحال تصاب ثاني حيت كل يقدر كل ساعه وكل ساعتين كتلقى 3 تصابوا 4 فهمتي يعني راه البارح غير البارح تصاب شي 10 الناس ولا 12 اللي جايين لهنايا يعني راه كل نهار كيتصابوا يقدر تجلس هنا غير ساعه ويقولوا لك راه تصاب 3 4 وهنا ما كاين اللي يديها فيهم قسما بالله قسما بالله ما كاين اللي يديها فيهم في السبيطار انا هضرت دابا مع الطبيب قلت له الله يرحم لك الوالدين كنشوف بنت خويا كتموت قدام عينيا قلت له الله يرحم لك اه بنت خويا وولد خويا
جوج الناس ها عندها 4 سنين تقريبا. وهي صاحبي راه المشكله صافي. قلت لي علاش ما كاين لي؟ قال لك راه وحده اللي كاينه هنا. وقال لك كدوز على هاد الناس كاملين. قلت لي كيفاش غديروا وحده تدوز على هاد الناس كاملين وكاينين تما البشر؟ كاين لي ثلاثه اللي كاين اللي جالسين في ثلاثه في البياس واحد، قسما بالله كاين ثلاثه الدراري وناعسين في البياس واحد. يعني الناس مكرفسين بزاف، يعني اشنو مكرفسين اصلا؟ القياطن كاين دابا اللي مريض وكاين عاس في البرد، راك سمعتي؟ كاين اللي مريض وكاين عاس غير في البرد. النهار كتكون الشمس يعني راه الناس صراحه تكرفسوا بزاف. وكاين يقدر ينتشر داك الشيء، حيت كينتشر عندنا في البلاد، خصو يدور لنا شي حل. كيبدا السخانه والكحه وديك الساعه كيخرج الحبوب، كيخرج الحبوب، الحبوب حمرين والحبوب صغار كيخرجوا في الوجه وكيخرجوا في جميع الاطراف ديال والدم كيترتقوا هذاك الحبوب بالدم وكيتقياو. لا حول ولا قوة الا بالله. وصافي دابا اش غنقول لك الصراحة، دابا جايبين شي جوج الناس ولا ثلاثة عندهم تقريبا 16 عام تقريبا 16 عام. يعني دابا راه بدا كيتصابوا حتى الناس الكبار. يعني هادشي الا ما داروا شي حل من هنا لقدام ممكن يتصابوا حتى الناس الكبار. ما طلعتش شي، ما كاين اللي يهضر، ما كاين اللي يهضر علينا. وقلت لك البارح الناس في الليل باقي كيغوتوا، ما كاين اللي يعتقهم. لا بالله نصح حداك تجي من تما حتى لهنايا باش تحط واحد باش ترجع تجيب الاخر. راه صاحبي راه ما عمرنا شفنا هادشي وما عمرنا عشنا. يعني خصو يجيو يديروا شي حل، يديروا شي ورقه يصيفطوها باش يجيو الطبال تما باش حنا ما نجيو نعاديو الناس هنايا. حشومه وعيب. هادشي انا كنقول له كنتحمل المسؤوليه ديالو. خصو يطلعوا يشوفوا له شي حل. جماعه سيدي عبد الله وسعيد الله يرضى الله وصافي.